السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. اليوم عندنا بعض الأخبار مهمة جدا واللي غادي نبارطاجيها معكم كالعادة بالمختصر المفيد، لذلك بلا ما نطول عليكم في المقدمة ويلا نبداو على بركة الله. والبداية غادي تكون مع إبراهيم دياز إبراهيم والمسلسل الدرامي الطويل اللي مازال ما بغاش يوصل لحلقته الأخيرة. في الجديد اللي كاين أو مبدئيا بعد تأكد بأنه فعلا راه كاين في اللائحة الأولية ديال المنتخب الإسباني، وهذا كما عارفين كان متوقع وعادي جدا. وبين قوسين تواجدوا في القائمة الأولية ديال إسبانيا ما كيعنيش 100% بأن المدرب ديال لافوينتي غادي كونفوكي في اللائحة النهائية. أما الأخبار اللي انتشرت على أن إبراهيم عبد القادر كاين في اللائحة الأولية ديال المنتخب المغربي، فقولا واحد راه داكشي ممنوع، لأنه ببساطة الكراكي أصلا مازال ما حددش اللائحة الموسعة. المهم وأنا كنقلب لقيت أحد الأعضاء داخل الجامعة المكلفين بملفات اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة كان عنده اتصال مع واحد الصحفي اللي دار معاه حوار على دياز وإمكانية التمثيل للمغرب وآخر مستجدات وما إلى ذلك. ومن كلامه كتحس بأنه كاين تفاؤل والله أعلم، بحيث قالك بعدا في الأول أن فوز القشاع عطى الموافقة أو الضوء الأخضر للمدرب الكراكي وليد باش يوجه دعوة رسمية لإبراهيم من أجل مساعدته على حسم اختيار اللاعب لمنتخب بلده بشكل نهائي. وهذه البارتية بعدا بالنسبة لي فيها تناقض أو بمعنى أصح غير منطقية، لأن الأصل خاص إبراهيم دياز حتى يعطى الموافقة ديالو لحمل قميص المنتخب ثم يغير الجنسية الرياضية ديالو عاد باش يمكن توجه ليه دعوة رسمية ويكون مؤهل قانونيا يلعب معاه. ماشي تكون فوكي هو مازال ما خدا القرار النهائي والأمور الإدارية ديالو مازال ما تقداتش، وإلا غادي تكون هناك نوع من العشوائيه وهذه كتبقى وجهه نظري الشخصيه طبعا. المهم نفس المصدر او العضو الجامعي قالك بان ملف ابراهيم عبد القادر دياز بعد ما كان في الاول كيميل لكفه اسبانيا في الاشهر الاخيره، الان الملف شهد تطورات جديده اللي خلات المنافسه تشتد بين المغرب واسبانيا على اللاعب. ولكن شنو هي التطورات او التفاصيل للاسف ما ذكرهاش لينا، وداك الشيء طبعا راه كيبقى غير في الكواليس راكم عارفين. المهم انا اكد بان تلك التطورات الايجابيه لا علاقه لها باحد اصدقاء والد اللاعب ابراهيم اللي كان مؤخرا تلاقى مع والد الكراكي وخدم مع الصور في مركب محمد السادس. والشيء اللي قلنا لكم بالتفصيل تفاصيل في هذا الفيديو منذ 4 أيام بان في الاول والاخر كتبقى زياره عاديه جدا بحكم ان الطرفين اصدقاء ليس الا، وما كتقربوش لا من تمثيل المغرب ولا هم يحزنون كما كيدعوا بعض المواقع. المهم في الاخر قال سنكون سعداء ان حسم ابراهيم اختياره لتمثيل المغرب وله كامل الحريه وما غاديش نضغطوا عليه او على اي لاعب اخر. يعني من الاخر وحسب عده مصادر ماشي غير الصحيفه فقط، هذه عطيتكم غير مثال فقط او ما كان ناقشنا في موضوع دياس ابراهيم، فالكل يجمع بان ابراهيم لحدود هذه اللحظه مازال ما خداش القرار النهائي ان المنتخب غادي يمثل. اما ديك الاخبار والتقارير اللي طالعين بها بعض المواقع كتقول لك راه دياز اختار او حسم القرار بتمثيل المغرب غير فيك نيوز، داك الشيء الزير وما منه والو، واللي كيسالم عاي ديال بصح هما دوك صحاب والكم ابراهيم دياز. زعما راه عندي معلومات حصريه انه غادي يكون في شهر مارس مع المنتخب وبانه صافي راه اختار المغرب وما شابه ذلك. وبين قوسين فجيت فكرت لقيت بان ابراهيم حتى لو عطى الموافقه ديالو باش يلعب مع المغرب ما غاديش يكون معنا في معسكر مارس القادم. علاش؟ لانه ببساطه الامور الاداريه ديال تغيير الجنسيه الرياضيه كتاخذ شويه ديال الوقت، وهذه كنعتقد غادي تكون فاتت بزاف ديال الناس. المهم كما كنقولوا دائما حطوا 50-50 وغادي يكون غير خير ان شاء الله، فقط تفائلوا خيرا تجدوه. ودابا ندوزوا لعند ايوب الكعبي اللي حتى هو بحاله بحال حمد الله متالق مع نادي اولمبياكوس اليوناني اللي بعد ما كان مارك هدفين ضد استراس تريبوليس نهار الحد اللي فات، ها هو عاوتاني كيستمر في الفعاليه ومارك هدفين ضد نادي بانيتوليكوس في الدقيقه 79 بعد ما استغل الخطا هذا المدافع في ارجاع الكره للخلف. وإلا لاحظتوا معايا مزيان ايوب من التحركات ديالو غادي يبان لكم بانه كان كيراقب حامل الكره او كيسانو يلعبها ازيرو وكيساعد كذلك للضغط على هذا المدافع، يعني بلان على السيناريو كيفاش غادي يكون من الاول. وفعليا داكشي اللي كان بالملي، وهنا فرق السرعات اللي كان في صالح الكعبي اللي خف من زربان سبق لك الكره على المدافع اللي خلاه يضرب التاكلينك على الخاوي كما كيبان لكم بالواضح، ثم كيتبت لك الحارس لوكاس شافيس وكيصيفطو بحالاتو. ورغم هنا الزاويه كانت نسبيا تضيقات على ايوب الا ان الانهاء كان جيد وقدر يسجل الهدف. وبهذا البيت الكعبي ايوب هذا الموسم كيوصل للهدف رقم 20 في كل المنافسات منها 13 هدف في الدوري اليوناني، وبذلك كيولي حد الان هداف الدوري مناسبه مع المهاجم مارون. ومع تالق الكعبي وحمد الله كنظن بان نصاري هذا المره خاصو يرتاح شويه باش نتعرف بان راه كاينه منافسه قويه جدا على البوست ديالو داخل المنتخب. المهم الكعبي ايوب في هذا الماتش خدا تقييم 7.7 كاعلى تقييم في المباراه وحاليا كيحتل المركز الرابع ب 53 نقطه. وبما اننا جبدنا قبيله الدولي المغربي يوسف انصاري فالاخبار اللي جايه من ايطاليا تحديدا من صحيفه كورييري ديل سبورت قلت لك بان نادي الميلان الاولويه عنده في الانتقال الصيفيه هي تعزيز خط الهجوم، وحاطين بعض الاسماء في القائمه مثل جوشوا اوروبوسا زيرك زي لاعب نادي بولونيا وجوناتان ديفيد لاعب نادي ليل الفرنسي. وكذلك المغرب يوسف انصاري اللي تحديدا قالوا عليه بالحرف بان الميلان في الانتقال الصيفيه الماضيه ما نجحوش في التعاقد معه في المحاوله الاولى، لهذا غادي يحاولوا كلاكي ثاني مره في الانتقال الصيفيه القادمه ولكن باسلوب مغاير على اللي نهجوه في المره الاولى لمحاوله اقناع النصير. ولكن ما ذكروش لينا تفاصيل او نوعيه الاسلوب اللي غادي يتم الاعتماد عليه في المفاوضات. المهم انتقال انصاري من اشبيليه هذا الصيف امر حتى
ملامحات، يعني فقط هي مسألة وقت ليس إلا، ولكن إن فريق غادي يمشي ليه الله أعلم. كذلك عندنا خبر على حكيمي أشرف، وحسب برنامج إل تشيرينغيتو الإسباني قال لك بأن مبابي كيليان طلب من إدارة النادي الملكي ريال مدريد يحاولوا أو يبذلوا جهد أكبر باش يتعاقدوا مع صديقي المقرب أشرف حكيمي. وفي رأيي الشخصي مهما دير ريال صعيب بزاف الباري تفرط لك في حكيمي في الانتقالات الصيفية القادمة، وهذا الموضوع كنا هضرنا عليه سابقا بالتفصيل التفاصيل، لذلك لا داعي للتكرار.